كوما صح؟ مش بلد مهمة وبلد تعتبر بلد سياحية ما ينفعش تاكل منها مساحة للمينا، فاضطرينا ان احنا نعملها ايه؟ جوه البحر. جوه البحر فيها عيب ان الامواج اللي بتهاجم المينا كتير صح؟ بس فيها الميزة اللي هي عكس العيب بتاع الايه؟ مينا دمياط اللي هنتكلم عنه كمان شوية. المهم انك تعرف ان المينا ممكن تتعامل بالحفر جوه الارض او بالردم جوه الايه؟ جوه البحر. في كلا الاحوال سواء بالحفر او بالردم انا مفيش عندي طلبة طبيعية تقدر تستحمل الارتفاع ده كله صح؟ يعني انت بتقول ان انت الارتفاع ده كله هيوصل له 18 متر. مفيش طلبة طبيعية تستحمل ان انت تحفظ بالارتفاع ده كله، فبتضطر ان انت تعمل هنا منشا زي سند للتراب كده. يبقى انا عندي هنا منشا بيسند التراب، المنشا ده هيبقى الرصيف البحري او البرز. يبقى لما نيجي نتكلم عن الارصفة، ايه المقصود بالرصيف؟ الرصيف هو عبارة عن منشا وظيفته هو سند المناسيب، ان عندي ده منسوب عالي وده منسوب قليل. اللي بيسند الكلام ده الرصيف الايه؟ الرصيف بتاعي. حلو كده؟ المنشا ده او الرصيف ده على فكره ممكن يبقى جرافيتي تايب، عباره عن ايه؟ زي حيطه جرافيتي كده، زي حيطه الريتيرنج هول اللي انت خدتها، او زي سد، زي جسم السد كده، وممكن يبقى شيت بايل زي اللي انت خدته في الترم الاولاني في الاساسات، ممكن يبقى بايل خوازيق، ممكن يبقى ليه اشكال كتير. يبقى الارصفه لها اشكال كتير، بس الفايده الاساسيه او الهدف الاساسي هو ايه؟ ان عندي منسوب الارض الطبيعيه ومنسوب القاع ما بينهم مسافه او ارتفاع كبير، خلاص كده انا عايز استخدم الارتفاع ده بالرصيف. لو انا جبت السفينه وقفتها هنا، فالسفينه دلوقتي عندي فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه يا باشمهندس، المشكله الاولانيه ان السفينه بتاعتي طولها 200 300 متر، ارتفاعها عن سطح الميه بيخش له في 10 متر مينيمم. خلاص كده؟ فانت متخيل لما يبقى 200 300 متر في 10 متر، مساحه الاريا بتاعت السفينه هتخش لها في 2000 متر مربع مع قوه الرياح، يبقى تاثير الرياح بتاعي في الاتجاه ده ممكن يحرك السفينه بعيد. انا المشكله ان انا عايز السفينه تبقى واقفه قدام الرصيف وثابته عشان اعرف احط عليها بضاعه او اشيل عليها بضاعه، صح كده؟ طيب حركتها في الاتجاه ده بمنعها ازاي؟ قال لي ان احنا بنعمل هنا عمود من الحديد مزروع جوه الايه؟ جوه الرصيف، واربط بها الايه؟ السفينه. ده بيبقى اسمه البولرد او شمعه الرباط. طيب غير البولرد وغير شمعه الرباط، غير البولرد وغير شمعه الرباط، اللي بيحصل ان انا لو عندي السفينه بتاعتي او الرصيف بتاعي او زي ما قلنا السفينه لما بتيجي بتدخل على الرصيف، طبعا السفينه لما بتيجي تخش جوه المينا ما بتتحكمش في نفسها نهائي، يعني بتقفل مش اقل من 80% من المحركات بتاعتها وبتبدا تتحرك بس، يعني بتظبط المحركات بتاعتها اللي هو يا دوبك حركه خفيفه، ولكن 90% من حركه السفينه انا اللي بخليها تتحرك. ازاي؟ قال لي السفينه اصلا من وهي بره لما تيجي تطلب انها تخش جوه المينا، لانها ما تخشش من نفسها كده، لما تيجي تطلب انها تخش جوه المينا بطلع لها رحلات ملاحيه صغيره، يخوت صغيره تطلع تشدها من بره. ليه؟ لانها هي لو دخلت منها لنفسها كده ممكن وهي داخله تخبط في اي حاجه تبوظ لي الدنيا، صح كده؟ لا، انا اللي بدخلها وبخليها تلف وبخليها تركن قدام الرصيف. طيب فانا بزقها ناحيه الرصيف، فهي لما هتتزق مش هتيجي هنا وتقف، لا ده هي لازم تخبط. يبقى لازم السفينه تخبط في الرصيف، ده شيء حتمي. خلاص كده؟ ان السفينه انا بزقها في الاتجاه ده، بجيب زي ما قلت لك الوحدات الصغيره بتبدا تزق في الاتجاه ده السفينه بتاعتي. ولو السفينه مثلا لو انا عندي رصيف بالمنظر ده، فعشان الف السفينه بتاعتي ما بخليهاش هي اللي تلف نفسها، خلاص؟ بجيب وحده ملاحيه هنا تلف كده ودي تلف كده عشان يلفوها كده. تمام؟ في الاخر السفينه بتاعتي دي كده. عشان اتجنب انها تخبط في الرصيف، بعمل هنا اللي هي الصدادات دي، بس احنا ما بنسمهاش صدادات، بيبقى عندي هنا اللي هو بيبقى من المطاط حاجه اسمها الحاميه المطاطيه
او الفندق الحاميه المخططيه او يا شباب او الفندق وظيفتها يعني السفينه لما تيجي تخبط هي دي اللي بتمتص الخبطه كلها اللي هي المطاط بيتضغط خلاص وبعدين ايه يفلت تاني. السفينه بتاعتك بتتضغط في الرصيف ببولد 2-3 ده المينيموم. يبقى المينيموم في ضغط ايه؟ المينيموم في ضغط السفن في الارصفه لازم يبقى بالشكل ده كده، مينيموم 4 بولد، مينيموم 4 بولد ما ينفعش اقل من كده. طيب يبقى الرصيف بتاعي هو عباره عن منشا بيستخدم لحمايه او ايه؟ او عشان يظبط خلق الارتفاع ما بين المنسوب العالي والمنسوب الواطي بنثبت فيه الفندق والبولد عشان السفينه تقف. طب عندي كام رصيف بقى في المينا؟ انا ممكن يبقى عندي رصيف 2-3-4-5 زي ما انا عايز. وممكن الارصفه يكون ليها انواع، ليها انواع يعني ايه؟ يعني مثلا في انواع زي انواع السفن مثلا حاجه اسمها الجنرال كارجو. الجنرال كارجو دي اللي هي البضائع العامه، اللي هو واحد جايب خشب، واحد تاني جايب بلاستيك، واحد تاني جايب قماش، واحد جايب هدوم، اي حاجه. خلاص كده؟ ولكن على العكس بقى في حاجه اسمها السبيشال كارجو. انت لو جايب شويه خشب فانا هجيب اي ونش ياخد الايه؟ ياخد البضاعه من على السفينه يحطها على الرصيف، خلص الموضوع على كده. طب انت لو جايب عربيات لا الموضوع ما عادش بقى ان انا اشيل العربيه واهبدها على الرصيف، لازم ايه؟ لازم يبقى في طريقه معينه في النقل، صح كده؟ في حاجه اسمها السبيشال كارجو اللي هي البضاعه الخاصه زي العربيات او الاجهزه الكهربائيه او الحاجه اللي محتاجه معامله خاصه في عمليه التحميل. طب في غير كده؟ قال لي في حاجه اسمها الكونتينر. الكونتينر ده عباره عن حاويه مقفوله بوزن ثابت جواها ايه الله اعلم، ولكن انا بقوم قايل لك ايه؟ بص يا هندسه انت معاك حاويه فيها ابعاد كذا وكذا وكذا، حمل زي ما تحمل بس وزنك لا يزيد عن كذا، غالبا بيكون 20 طن. طيب حملت انت بقى ال 20 طن، خدت نص الكونتينر، ربع الكونتينر، خدت الكونتينر كله، ماشي، الكونتينر كله اتملى ولسه ما جابش ال 20 طن خلاص ماليش فيه. المهم انك بتملى الكونتينر بالبضاعه كلها اللي انت عايزها، ايا كان نوع البضاعه دي هي ايه؟ ماليش دعوه، خلاص كده؟ ولكن وزنها في التوتال ما يزيدش عن الوزن اللي انا بديهولك. ده الكونتينر. في مثلا حاجه بتسميها الدراي بالك. الدراي بالك هو حاجه زي القمح او الرز او ساعات بنقول الاسمنت. القمح والرز والكلام ده كله بيجي بصوره سايبه مش متعبي في شكايل، ده هو بيجي وانت بعد كده بتعبيه. فطب نحمله ازاي بقى من على السفينه؟ تحمله من على السفينه بيتم بطريقتين، يا اما بحاجه اسمها الشفاطات. الشفاطات دي عامله زي المكنسه كده، شفاط كبير بيخش جوه السفينه يسحب خلاص ويوديها للسايلو الصوامع اللي بتخزن فيها الكلام ده. او سير. سير يعني ايه؟ سير بيمشي ياخد حبه ايه؟ قمح او حبه رز خلاص، وسير طويل خلاص، ويروح السير ده اهو يقوم قلبه في الصومعه ويلف تاني ويرجع ويلف تاني ويرجع ويلف تاني. طبعا دي طريقه ابطا، دي طريقه ايه؟ ابطا. طيب كلام جميل. طبعا يبقى كل نوع من دول ليه تجهيزات، ما ينفعش السفينه تخش على اي رصيف وخلاص. ده في رصيف للكونتينر، لان وينش الكونتينر يختلف عن الوينش بتاع الجنرال كارجو، يختلف عن الاوناش اللي بتستخدم في السبيشال كارجو، يختلف ان في شفاطات ولا لا في الدراي بالك، صح كده؟ فبنقول ان كل رصيف من دول بيكون ليه نوع معين ومعروف ان الرصيف ده هو بتاع ده، ماشي كده؟ طب السفينه داخله بقى ما تعرفش فين هو رصيف الكونتينر، ما هي مش مطلوب مني ان انا اعرف، انا اللي بوجهها للرصيف بتاعها، تمام؟ طيب المشكله دلوقتي في ايه؟ المشكله ان احنا لو خدنا قطاع كده هنلاقي ان ده ارضيه المينا، وادي المينا بتاعتي، وادي الميه. المنطقه ده هي اللي هي منطقه الهاربر. ولما بيجي ساعات سؤال يقول لك ايه هو الفرق ما بين الهاربر والبورت؟ الهاربر هو المساحه المائيه المخصصه لحركه السفن. تاني المنطقه ده اهي، المنطقه المائيه ده اهي اسمها الهاربر. يبقى الهاربر هو المساحه المائيه المخصصه للسفن. دي اسمها مساحه ارضيه، دي اسمها ايه؟ مساحه ارضيه. البولت او الميمه كلها هي المساحه المائيه والارضيه. يبقى لما يجي يقول لي ايه هو الفرق ما بين الهاربر والبولت؟ هنقول له ان الهاربر هو المساحه المائيه المخصصه لحركه السفن، انما البولت هو المساحه المائيه والمساحه الارضيه، الاثنين مع بعض. تمام كده؟
طيب الفكره كلها ان منطقه الهاربر دي بيتوفر فيها ثلاث عوامل او ثلاث حاجات بتهيئ لي الظروف لتولد الامواج. ايه هي؟ مساحه كبيره، عمق كبير، وجود رياح. طيب انت دلوقتي بتعمل الميله دي مفيش قدامك حاجه، صح؟ في حاجه قدامك ده على الشط، الدنيا ايه مفتوحه قدامك، براح قدامك، فكده كده الهواء جاي لك، مفيش حاجه تمنع الهواء ان هو يجي لك، ادي الويند. ومساحه كبيره وعمق كبير يولد لي امواج. لو مساحه صغيره مع عمق كبير زي الانهار ما يبقاش فيها امواج، او الامواج تبقى صغيره. او مساحه كبيره مع عمق قليل زي البحيرات ما يبقاش فيها امواج او ايه؟ او حاجه صغيره. انما مساحه كبيره مع عمق كبير مع وجود الرياح، مع وجود الرياح في الموضوع الويب، لازم الامواج هتتكون، لازم الامواج هتتكون. والموجه هنا هي عباره عن ارتفاع وانخفاض في سطح الميه، ان سطح الميه بيعلى بمسافه وبينزل بمسافه ثانيه. طب هو سطح الميه لما ينزل هيخبط السفينه في القاع، ادي اول مشكله. طب لو طلع مش مشكله، بس طلوع السفينه الموجه بتاعتي بكام؟ قال لي مثلا انت عندك الموجه في مصر بتتراوح من حوالي من نص ل 6 متر، من نص متر ل 6 متر. طب تعالى نتكلم عن الافرج 3 متر. لو هي ارتفاع الموجه 3 متر، يعني السفينه بتطلع متر ونص فوق وبتنزل متر ونص تحت، هل تعرف تعمل هاندلنج، تعرف تعمل تحميل للسفن وهي طالعه نازله متر ونص فوق ومتر ونص تحت؟ قال لي استحاله طبعا. قال لي عشان كده منطقه الهاربر المفروض ان ارتفاع الموجه فيها لا يزيد عن نص متر. عشان نعمل الكلام ده بنقول ان انا لو عندي الرياح جايه لي من الاتجاه ده يبقى الامواج جايه لي من الاتجاه ده، يبقى اعمل هنا اهو كده حاجز امواج، يبقى ده اسمه حاجز امواج او ريج ووتر. حاجز الامواج هو منشا وظيفته حجز الامواج عشان ما تخشش جوه منطقه المينا. ده حاجز الامواج الرئيسي بيبقى عمودي على اتجاه الرياح. طب ليه؟ عشان هو عمودي على اتجاه الامواج. طب هي الرياح بتيجي طول السنه من نفس الاتجاه؟ قال لي لا، في حاجه اسمها البريفيلنج ويند دايركشن اللي هو اتجاه الرياح السائد اللي بتيجي فيه الرياح لاطول فتره ممكنه في السنه، هو ده اللي انا بصمم عليه. وعشان الاحتياط بعمل حاجز تاني ثانوي في الاتجاه ده كده، عشان لو حصل ايه؟ ان الامواج جات لي من اتجاه تاني، ولكن ما بين الاثنين لازم يكون في مدخل للميناء اللي هم على فكره بيسموه البغاز. يبقى مصطلح البغاز هو مدخل الميناء، مدخل بتاع الايه؟ الميناء. طيب حاجز الامواج ده فكرته هي ايه؟ حاجز الامواج ده فكرته هو عباره عن منشا بيتعمل كده، وظيفته كلها ان الميه بتاعتي لما تيجي الميه الموجه تخبط هنا ما تتنقلش الناحيه الثانيه، او تتنقل حاجه بسيطه نتيجه الزلزله اللي ممكن تحصل، او نتيجه انتقال الميه من هنا لهنا. لان ممكن ان الموجه تعلى فوق سطح الحاجز، لو الارتفاع ده قليل ممكن تعمل حاجه اسمها الاوفر توبنج. طيب حواجز الامواج ليها اشكال كتير، من الشكل التقليدي لحواجز الامواج اللي هو عباره عن الصخور اللي انت بتشوفها. ايه هي الصخور اللي انت بتشوفها مثلا في راس البر؟ قال لك في راس البر انت عندك الشاطئ بتاع راس البر هنا، لو انت بصيت هتلاقي في عندك 8 بريك ووتر معمولين، كل بريك ووتر طوله 200 متر، والمسافه ما بين كل بريك ووتر والتاني 200 متر زيه. فهو اللي بيحصل كالاتي، او اللي حصل كالاتي، انت عندك الشاطئ بتاع راس البر عليه مجموعه من الامواج، الموجه بتيجي تخبط في الشط وترجع، وتيجي تخبط في الشط وترجع، وتيجي تخبط في الشط وترجع، بس هي ما بترجعش ايديها فاضيه، هي بترجع وهي واخده جزء من الشط معاها، خلاص كده؟ يعني بتاخد حبيبات الطين او الطميه او الرمل ايا كان نوع الشاطئ ده ايه على حسب المنطقه اللي انت فيها، خلاص كده؟ بتيجي تاخد الجزء ده وترجع، فهي مع الوقت بتعمل حاجه اسمها الالوجن او النحر. يبقى بخ من غير دول بيحصل حاجه اسمها الالوجن او النحر. ففي الثمانينات بداوا الناس في منطقه راس البر يلاحظوا النحر ده، تمام كده؟ وبداوا يعملوا التاتش بريك ووتر ده، اللي هو البريك ووترز ده لازمته ايه؟ ان انت لو عندك مجموعه امواج كده، الموجه دي مش هتعدي، صح؟ والموجه دي مش هتعدي، دي بس اللي تعدي، فلما تعدي تنتشر في المنطقه دي، فالموجه
لما تنتشر في مساحه اوسع قدرتها تبقى اقل، صح كده؟ يبقى انا ضعفت قدره الايه الموجه شويه، لما اقلل طاقه الموجه يبقى لما يحصل مش هيحصل اوجن زي ما كان الاول، يبقى الموجه لما تيجي تخبط في الشط ما تقدرش تاخد الايه حبيبات الشاطئ وهي ايه وهي راجعه. طب الكلام ده كان في الثمانينات، قبل الثمانينات كانوا بيعملوا ايه؟ يعني كان ايه اللي بيحصل وليه المشكله دي ما حصلتش غير في الثمانينات؟ قبل الموضوع ده بالظبط زي اللي حصل نتيجه السد العالي، ان انت كان عندك فرع دمياط ورشيد وادي النيل، فكان بيجي لك هنا طمن. خلاص كده؟ مع الترسبات بتاعت الايه؟ مع الترسبات اللي جايه من اثيوبيا والكلام ده كله، فكان الاوروجن بيحصل. ولكن الاوروجن لما كان بيحصل كان فرع دمياط بينزل جزء هنا من الطمي، وفرع رشيد بينزل جزء هنا من الطمي، بيفرشوا على ايه؟ على المنطقه دي كلها، بيعوضوا الاوروجن اللي حصل. دلوقتي بقى انت قفلت المحبس من الايه؟ من المنبع. قفلت الحنفيه خالص. تمام كده بتاعت الطمي. فالاوروجن لما يحصل مفيش حاجه تعوضه، فهو ده حصل. الاوروجن بتاعي ده اللي خلانا نعمل ايه؟ ده اللي خلانا نعمل التتاتش البريك ووتر اللي مثلا في منطقه زي منطقه دمياط، معمول في حتت كتير. طيب تاني نوع بقى من البريك ووتر اللي هو، وده الاشبه باللي احنا بقى هنشتغل بيه، ده لو انت دخلت سواحل ده اللي المفروض ان انت تدرسه. ماشي؟ انما المواني نفسهم بقى، بتوع المواني نزلت نفسها، الحاجز اللي ليه علاقه بالمواني قوي اللي انت يعني اللي انت شفته ليه علاقه بالمواني قوي اللي هو اللسان. اللسان مش معمول عشان الفسحه، ما كانش ده الهدف الاساسي منه خالص في الانشاء. اللسان معمول لان المصب بتاع دمياط عامل كده. فرع دمياط لما بيجي يصبه في النهايه بيبقى المصب واخد الشكل ده بالظبط. فمعروف ان المنطقه بتاعت المصبات بيحصل فيها اوروجن عالي جدا، زائد ان انا عايز احمي المنطقه دي، فعشان احميها قمت عامل حوالي امواج، عامل حاجز كده وعملت حاجز كده. ده اللسان اللي انت بتقف عليه، لان انت لو وقفت على لسان من هنا هتشوف الناحيه الثانيه حاجه شبهه كده وليه فنانه صغيره. ان ده الرئيسي وده الثانوي بيبقى الوظيفه بتاعته هو حمايه المصب ده، لان لو ما حبيتش المصب ده، المصب ده ممكن يتاكل ويحصل له اوروجن لغايه ورا. ماشي؟ ده مش زي بتاعنا، مش زي حواجز الامواج بتاعتنا، ولكن شبهه. يعني اللي احنا هناخده في التصميم هو اشبه ما يكون لحاجز الامواج اللي موجود في مدخل او المصب بتاع فرع دمياط، اللي هو اللسان اللي هو اشبه ما يكون من البريك ووتر، اللي هو عباره عن ايه؟ حاجز كوني او حاجز عباره عن مجموعه احجار بتترص بشكل شبه منحرف، خلاص؟ وفي في جزء في النص ممكن انت تتحرك ايه؟ عليه. طيب كلام جميل. احنا متفقين على اتفاق ان المنطقه دي كلها اتحفرت مثلا بعمق 16 متر، صح؟ يعني لو قلنا ان عمق الارض هنا 0 4 8 12، او خلينا 0 4 6 8 10 12 14 16. هل بقى عشان السفينه، ما دام السفينه محتاجه عمق 16 متر عشان تقدر تتحرك فيه، خلاص، هل المطلوب مني ان انا احفر البحر كله بالعرض ده لغايه فوق؟ ما انا حفرت ده كله عشان السفينه تتحرك، صح؟ طب عشان السفينه تخش، السفينه وهي داخله هنا مش هتعرف تتحرك في عمق 12 متر. طب لو السفينه داخله من هنا؟ طب لو السفينه داخله من هنا؟ طب لو السفينه جايه لي كده وهتلف كده؟ قال لي لا، ما هو الموضوع مش ايه؟ مش متساب قوي كده. امال احنا عملنا ايه؟ انا عملت مسار محدد للميناء اللي السفينه تخش من جواه. المسار ده عشان ابقى عارف السفينه داخلاني فين بالظبط. في نفس الوقت ان في المسار ده هنحفر بعمق سالب 16 اللي هو العمق اللي انا عايزه، وممكن حواليه يبقى سالب 10 عادي. مش حوار. يبقى انا لو عندي ادي سطح الارض. وادي سطح الميه. فهقوم نازل من هنا ومن هنا. واقوم مبين القاع بتاعي اهو. يبقى ممكن العرض ده يبقى 10 متر، ولكن العمق ده يبقى 16 عشان يسمح لي للايه؟ للسفينه انها تخش من جواه. طب انا يبقى هو ده المسار، صح؟ بعرض معين. طب انا السفينه وهي داخله تبقى عارفه المسار بتاعها ازاي؟ قال لي زمان خالص كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب سلسله كده ونضبط فيها برميل عين كده، وسلسله ثانيه ونضبط فيها برميل عين كده، ده ما اسموش برميل، ده اسمه شمندول. دول في حاجه ثانيه خالص.
تمام كده. طيب يبقى الشمندوره هي عباره عن ايه؟ عباره عن جسم عايم ربطه بسلسله عشان ما يتحركش خلاص كده، وفي نفس الوقت هو ده اللي بيحدد لي المسار. ده كان زمان خلاص، ولسه لحد دلوقتي في الحاجات البسيطه خلاص، في السفن الصغيره البسيطه. ولكن السفن الكبيره بقى اللي بتعتمد في الحركه بتاعتها على الجي بي اس بقى والنافيجيشن سيستمز الكتير خلاص، هو مش محتاج الكلام ده. هو في الغرفه القياده بتاعته عنده شاشه، الشاشه دي عامله بالظبط كده مرسوم قدامه الشكل ده. هو معاه الخريطه بتاعت مين؟ زي ما انت كده بيبقى معاك على الجي بي اس الخريطه بتاعت اي مكان انت عايز تروحه، هو معاه الجي بي اس، معاه الجي بي اس الخريطه بتاعت ايه؟ المينا. هو عارف ان النافيجيشن الشمال اتجاهها كذا، اتجاهها كذا مع الشمال، يعني المفروض يظبط السفينه بتاعته على كذا مع الشمال من هو داخل، وبيبدا يتحرك وبيبدا يخش. نفس الكلام في برج الارشاد اللي بيبقى موجود على المينا، في حجره القياده بتاعتهم، هو كل البرج اساسا بيبقى غرفه قياده واحده على كبير شويه خلاص، بيبقى قدامه الشاشه، الشاشه برضه قدامه ايه؟ الشكل ده قدامه، ان في سفينه داخله، داخله بسرعه كام؟ وداخله في اتجاه قد ايه؟ وهل هي صح ولا غلط؟ لانها زي ما قلت لك ممكن وهي داخله تخبط لي في الحاجز ده او في الحاجز ده او تعمل اي مشكله. تمام؟ دخول وخروج السفن بيتم بامر مني انا كمركز او برج ارشاد، لان مش اي سفينه تدخل ومش اي سفينه تخرج، وتخش بسرعه قد ايه وتخش امتى، لان ممكن يكون النافيجيشن شانل ده اسمها النافيجيشن شانل او القناه الملاحيه. لما هنتعلم في التصميم بتاعها هنعرف ان النافيجيشن شانل دي ساعات بتتعمل وان واي. وان واي يعني يا سفينه خارجه يا سفينه داخله يا اما تو واي. فهي لو وان واي وسفينه خارجه من هنا من جوه وسفينه ثانيه عايزه تخش، اما لو سبتها ايه؟ سداح مداح كده الاثنين هيقابلوا بعض، صح كده؟ لازم يبقى في عمليه تنظيميه ان اللي داخل داخل امتى واللي خارج خارج امتى. تمام؟ طيب فلو جينا نتكلم على المنهج بتاعنا متقسم لاربع شباتر، الاربع شباتر هما ايه؟ الشابتر الاولاني اللي هو اسمه الهايدرو داينامكس. الهيدروداينامكس هي الظواهر الطبيعية اللي بتأثر على المواني. الهيدروداينامكس هو شابتر بندرس فيه الظواهر الطبيعية اللي بتأثر على المواني. زي ايه الهيدروداينامكس أو زي ايه الظواهر الطبيعية اللي بتأثر على المواني؟ زي الويند، زي ما قاعدين نتكلم من ساعتها إن الويند بيأثر على قوة الشد على المصير، الويند بيأثر على الرياح اللي بتيجي على البريك ووتر وهكذا. طيب زي ايه كمان؟ زي الويف، الأمواج، لان انا لما باجي اصمم حاجز الامواج بصممه على الامواج اللي جايه لي. زي برضه حاجه اسمها التايد اللي هو المد والجزم. المد والجزم هو ارتفاع وانخفاض في سطح الميه. فانت لو صممت على ان مثلا الميه مرتفعه اهي هنا تمام، وقلت انا مثلا عندي لما الميه تبقى مرتفعه الارتفاع ده بيبقى 16 متر هندسه، خلاص انا مش محتاج ايه اعمل نافيجيشن شانل. جت دلوقتي الميه قامت نازله في الجذر بقى، نزلت لمنسوب 14، بقى دلوقتي ايه؟ اتمام 14 ما يصلحش لان الايه؟ ان السفينه تتحرك جواي، يبقى انا دلوقتي ما ينفعش، يبقى انا اصمم على الجذر ما اصممش على المد. ثالث حاجه او رابع حاجه حاجه اسمها الكرنت. المشكله اللي بتواجهني في مين الدمياط؟ ايه هي؟ مين الدمياط زي ما قلت لك ان احنا جينا على الشط كده قلنا ادي المينا بتاعتي، بس المينا ده ايه؟ مفيش لها امواج على فكره. بس انا لو سبتها كده من غير امواج من غير حواجز اللي بيحصل ايه؟ الميه بتتحرك كده، حركه الميه ذات نفسها مش الامواج بقى، حركه جزيئات الميه كده. فالميه بتتحرك ومعاها جزيئات تربه صح؟ تمام؟ بالظبط. ففي حاجه اسمها ودي النافيجيشن شانل اهو. فاللي بيحصل ان ايه؟ ان جزيئات التربه دي ماشيه مع الميه هنا بسرعه. الميه لما تيجي تخش هنا تلاقي القطاع كبير صح؟ سرعة المية هنا تكون قليلة، سرعة المية لما تهدى جزيئات التربة اللي فيها تهدى تترسب، ولو اترسبت هتردم لي النافيجيشن شانل وتردم لي المينا كلها. فكان الهدف في مين الدمياط؟ من الحواجز، مش الهدف حمايتها من الأمواج قد ما الهدف حمايتها من السيدمنت اللي ممكن يخش جوه الإيه؟ المينا. والمشكلة اللي بتبقى واقفة للمينا لحد دلوقتي إن في كمية سيدمنت كتير بتحصل في النافيجيشن شانل، خصوصا في الحته الاولانيه من النافيجيشن شانل، وبتحتاج حاجه اسمها التكريك. التكريك ان انا اشيل طبقه السيدمنت اللي بتعمل هنا، التكريك السنوي ده بيكلفهم ملايين الدولارات. تمام؟ ودي مشكله موجوده لحد دلوقتي لسه ايه؟ لسه ما فيش حل افكتيف بالنسبه لهم ايه؟ عملوا. تمام؟ ده المشكله بتاعت مين الدمياط. على العكس بقى اسكندريه ما فيش فيها الكلام ده، لان اسكندريه انت في وسط البحر
فانت في وسط البحر في كرنت خلاص، بس الكرنت بتاعي مش هينفع يعمل لي ترسيب مع وجود الامواج. الكرنت مع الموجه ما يخليش فيه ترسيب يحصل، حتى لو في ميه في سيدمنت تترسب هتيجي الموجه تقلب لي الميه مش هيحصل ايه الترسيب، ان الميه مش هتهدى حتى في منطقه الايه المين، كميه الترسيب بتكون اقل. تاني شابتر او شابتر اتنين بيتكلم على حاجه اسمها البورت بلاننج، ازاي ان انا اخطط المينا وازاي ان انا اصمم النافيجيشن شانل واحدد عدد الارصفه واعمل الشكل العام للمينا كده. شابتر تلاتة بيتكلم على البريك ووتر اللي هو تصميم حواجز الامواج، وشابتر اربعة بيتكلم على تصميم الارصفه اللي هو البيرز. بس هو اكتر وقت هناخده في الشابتر الاولاني لان هو فيه كلام كتير، يعني الشابتر الاولاني بتاع الهايدرو داينامكس ده يمكن من اكتر الشباتر او من اطول الشباتر، بيجي عليه حوالي 80% من المتر وحوالي 40% من الفايبر خلاص، فهو يعتبر شابتر مهم جدا. واهم حاجه في الشابتر ده على فكره الويند اللي انتوا لسه ما بداتوش فيه، يعني يمكن الويند احنا ان شاء الله هنخلصه النهارده. التايد والكارد مفيش فيه اكتر من الكلمتين اللي انتوا خدتوهم امبارح في المحاضره، التايد انواعه ايه والمساله بتاعته عباره عن ايه، الكارد شويه كلام نظري وخلاص وخلص الموضوع على ده. ولكن هو الويف هو اللي فيه كلام كله، فيه حوالي بتاع 6 افكار مسائل، ده اللي ايه ده اللي طويل معاه شويه. تعالى نتكلم بقى عن الويند. احنا المفروض شايفنا دلوقتي كل حاجه في الايه، او خدنا نفسه كده بسرعه لفه كده حوالين المينا عباره عن ايه. فلما نيجي نقول ايه هي اهميه الويند كسؤال في الاول، فلما نيجي كده نقول ان السؤال الاولاني اللي هيجي لي اللي هو واي ستادي ويند، ايه هو سبب دراسه الرياح؟ انا بدرس الرياح ليه؟ ايه هو الهدف من دراسه الرياح؟ قال لي اهميه دراسه الرياح رقم واحد هو تخطيط المينا، والمقصود بتخطيط المينا هو تخطيط حواجز الامواج والارصفه. ازاي بقى؟ قال لي ببساطه وبسرعه كده ان انت لو عندك زي ما قلنا ان اتجاه الرياح اهو، فبتعمل الحواجز كده، طب دي الحواجز، انما الارصفه، قال لي الارصفه بتاعتي انك لو عندك رصيفين بالمنظر ده، رصيف رقم واحد ورصيف رقم اثنين، في واحد فيهم هتعمل اسمنت والتاني هتعمل روكيت خلاص؟ فانت لو جيت في الرصيف رقم واحد عملت الاسمنت وجيت هنا وانت عامل اوكي، فطبيعي ان الاسمنت عشان بيجي في صوره برضه سايبه ويتعبى بعد كده في شكاير، فغالبا مثلا حاجه زي الاسمنت او الكلينكر لما بنيجي احنا نعبيها ما بنخزنهاش في صوامع زي القمح، امال بنعمل ايه؟ بنعمل لها اوبن ستورج اريا. اوبن ستورج اريا يعني بنجيب ساحه كبيره كده، حوش كبير خلاص، ونقول له يا عم شون الاسمنت ده كله هنا اهو تمام، وبعدين نعبيه في ايه؟ في شكاير او الكلينكا او الفوسفات. فالكلام ده كله في منطقه التعبئه والمنطقه دي كلها بيبقى الجو كله ملوث، الجو كله ملوث يا اما بغبار الاسمنت او بغبار الكلينكا، او لو هو فوسفات الريحه بتاعته بتبقى صعبه، فده معناه ان الريح هتاخد كل الكلام ده وتوديه للركاب. طب اعكس بقى، خلي هنا ركاب وهنا اسمنت او فوسفات، هتلاقي ان المنطقه دي بس هي الملوثه او هي اللي متلوثه بمعنى اصح، يبقى دي ايه؟ يبقى المفروض ان الارصفه اللي هي بنسميها الديرتي بيرز، الديرتي بيرز ده مصطلح ساعات بيتقال على الارصفه الملوثه بتاعه ارصفه الفوسفات، المنجنيز، الكلينكر، الكلام ده، دي بتتعمل في الاخر خالص. الارصفه النظيفه هي اللي بتتعمل في الاول، وانظف انواع الارصفه على الاطلاق هو رصيف الكونتينر. ده رقم واحد. ليه؟ الكونتينر هي حاويه مقفوله ايا كانت اللي جواها ايه. فهي حاويه بتتشال بتتحط مكانها، تتشال من مكانها، مكانها نظيف ولا ايه؟ ولا انا عارف ايه اللي جواها ولا اثر معايا حاجه. بعد منها الباسنجر، والباسنجر يعتبر بعد الكونتينر لان الركاب بينزلوا معاهم بضايع ومعاهم شيل ومعاهم حاجات وعربيات، خصوصا البضايع دي بيتحمل عربيات، بيعتبر اللي هو مش بنظافه الكونتينر، يعني مش بالنظافه بتاعت الكونتينر.
اغلى اغلى وانظف واخطر نظام في الارصفه كلها هو رصيف الكونتينر، ده اللي مبقاش فيه هزار خالص. تمام كده؟ طيب تاني حاجه هي تصميم الارصفه. تصميم الارصفه لما قعدنا اتكلمنا ان الرصيف بتاعك بيبقى متثبت فيه السفينه بالبولد، فقوه الرياح بتدي قوه شد على الرصيف، قوه الشد دي بتتحدد على اصابه الايه؟ الرياح. فهنا بيخش الرياح في تصميم الارصفه. تالت حاجه هي تصميم المنشآت العالية. زي ما انت خدت مادة الزلازل الترم الاولاني وعارف ان المنشآت العالية بتتصمم على الزلازل بتتصمم برضه على تأثير الايه؟ الرياح. في منشآت عالية في المينا زي السايلو وزي برج الارشاد. زي السايلو وزي برج الايه؟ الارشاد. رابع حاجة هو تحديد عدد ايام غلق المينا. في اليومين دول بالذات ممكن تسمع كده في الاخبار يقول لك تم غلق المياه الاسكندريه لمده كذا 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 نتيجه سوء الاحوال الجويه. سوء الاحوال الجويه ان بيبقى في الاسكندريه بالذات بيحصل حاجه اسمها النوه او النوات. النوه دي هو عباره عن فتره معينه من الزمن بيحصل ان سرعه الرياح بتعلى قوي تديني موجه عاليه قوي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السفينه وهي راجعه الوقت حاجز الاموال بياخد الشكل ده كده. طب ليه مش كده؟ قال عشان السفينه وهي داخله لو اتعرضت للموجه دي هتخبط في الايه؟ في الحاجز، صح؟ فلازم اعمل الاوفرلاب ده بحيث ان السفينه وهي واقفه هنا اهو تبقى محميه بالكامل من الامواج، لما تتحرك بالكامل بالامواج تقول لها مش خش يلا. طيب ده الكلام ده لو الموجه جايه لي كده. طب الموجه لما تجي كده بيحصل ايه؟ ما عادش ينفع دلوقتي ان انا ايه؟ ادخل السفينه، لان السفينه لو دخلت والاموال دي مش اي رياح تجي لي من الاتجاه ده. لو رياح عاليه جايه لي في الاتجاه ده، لو رياح عاليه جايه لي في الاتجاه ده ماشي مش مشكله، بس رياح عاليه جايه لي وفي الاتجاه ده لا معلش ما تدخليش السفينه بقى، لان انا ما اضمنش ان السفينه وهي داخله ممكن تخبط في البريك ووتر. خبطت في البريك ووتر غلط، يعني مشكله للبريك ووتر، يعني تكلفه عليا فلوس. مشكله للسفينه تكلفه عليها هي فلوس، مش دعوه خلاص. ولما تعطل وعلى ما نعرف نشيلها تاني هتوقف لي الدنيا، صح كده؟ هتسد لي المدخل، فلا معلش نمنع دخول والخروج، يعني ما نسمحش لسفينه تدخل ولا سفينه تخرج، ممكن وهي خارجه برضه تخبط. خلاص كده؟ طيب لذلك بنقفل السوق الموالي بتاعتي لعدد معين من الايه؟ من الايام، بيعتمد على اتجاه وسوع الرياح. ولكن هتيجي بقى افكرك بحاجه، انا قلت لك مين الدمياط؟ حواجز الموج اصلا مش معمول عشان الايه؟ الامواج، ده هي معموله عشان السدم. فالموجه عاليه الموجه واطيه هي في منطقه الدمياط، اصلا الموجه قليله. تاني هي الموجة عالية. عالية فين؟ في جوه في البحر مع الشط. يعني مين الدمياط على الشط، صح؟ فالموجة كده كده قليلة. فالموجة عالية، الموجة واطية، الرياح كتير، الرياح قليلة، المينا شغالة 365 يوم في السنة. المينا بتاع الدمياط من الموانئ القليلة خلاص اللي شغالة 365 يوم في السنة. المينا الوحيدة في مصر خلاص كده قليلة على مستوى الايه؟ الشرق الأوسط أو العالم اللي بتشتغل 365 يوم في السنة، لأنها مش يعني الفكرة كلها ان التصميم كله ان لو حتى الموجة عليت مهما تعلى في منطقة المينا هي قليلة. منطقة المينا هي قليلة. طيب الويند او الرياح بنحدد فيه حاجتين، سرعة واتجاه. السرعة بتبقى بالمتر على السكند او الميل بالاول، او السرعة الاساسية بتتقاس بالعقدة، العقدة اللي هي نص متر على السكند. يبقى العقدة اللي هي نص متر يا شباب على السكن بتتقاس بجهاز اسمه الانوميتر. اما الاتجاه بيتقاس طبعا بالبوصلة، ومعروف ان الاتجاهات الاساسية اللي هي نورث ساوث ايست ويست، وبعدين نورث ايست نورث ويست، وبعدين ساوث ايست ساوث ويست ساوث ساوث ويست ويست ساوث ايست، صح كده؟ وهكذا. يبقى دي مثلا ايست نورث ايست، الاتجاه ده مثلا نورث نورث ايست، وهكذا. الاتجاه الثاني او الطريقه الثانيه في الاتجاهات، وهي دي غالبا اللي بتتم،
ان الاتجاه ده اهو هو الزاوية صفر 90 180 200 وصفر. طيب احنا عايزين نعمل ايه يا هندسة عشان نبقى عارفين؟ عايزين نجيب البريفيلنج ويند دايركشن. يبقى انا عايز اجيب البريفيلنج ويند دايركشن اللي هو اتجاه الرياح السائد. ايه هو اتجاه الرياح السائد؟ الاتجاه الذي تاتي منه الرياح لاعلى فتره زمنيه ممكنه. ليه علاقه بالفتره الزمنيه وليس ليه علاقه بالشده. انا ما قلتلكش اقصى شده بتتم في اتجاه ايه، انا بقول لك اطول فتره زمنيه، فهو ليه علاقه بالوقت ملوش دعوه بالشده. خلاص؟ طيب اهميته، قال لي اهميه البريفيلنج ويند دايركشن رقم واحد التنبؤ بالامواج، اعرف الامواج بتاعتي جايه لي منين. تاني حاجه تخطيط حواجز الامواج، ان انا اخطط حاجز الامواج عمودي على البريفيلنج ويند دايركشن. وتلاته تحديد او تخطيط او تحديد مدخل الميه. ماشي يا شباب؟ طيب عشان احدد البريفيلنج ويند دايركشن من البيانات بتاعت الرياح بنرسم حاجه اسمها الويند روز او ورده الرياح. ففي طريقه معينه لرسم الويند روز دي اللي احنا هناخدها دلوقتي، او هو في طريقتين للويند روز. طريقه اسمها البار ميثود، وطريقه اسمها الكنترول ميثود. سواء البار ميثود او الكنترول ميثود احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي عند واحد كده في محطه الارصاد بيشتغل في محطه الارصاد، ونيجي نديله جهاز انوميتر وبوصله، ونقول له انت كل يوم وفي كل ساعه هتقيس سرعه الرياح واتجاهها. فيروح الشغل النهارده الساعه 8 يقيس سرعه الرياح، يلاقي سرعه الرياح 3 عقده في اتجاه الشمال، وبعدين الساعة اللي بعدها 4 عقدة في اتجاه كذا، 5 عقدة في اتجاه كذا، 6 عقدة في اتجاه كذا، وهكذا. خلاص؟ طيب ده اليوم. اليوم خلص وبعد كده يقعد كل يوم لغاية الشهر، الشهر خلص كل شهر لغاية السنة، لغاية ما يجي في آخر السنة كده يقول لي على فكرة عند الزاوية صفر الرياح جت لمدة 300 ساعة. 300 إيه؟ 300 ساعة، يعني في 300 ساعة من السنة الرياح جت فيهم بزاوية صفر. طيب هي الرياح عمرها ما هتنشن على الزاوية صفر، هي الرياح ساعات بتيجي عند صفر 1 2 3 وبعدين 5 وبعدين 355 357 359 345 15 14 13. مش معقولة كل زاوية هعمل لها عمل، صح؟ قال لا، احنا بنمشي بحاجه اسمها السيكتور. السيكتور يعني ايه؟ يعني نقول بينا وبين بعض كده، هو معروف عالميا ان لو الرياح جات لي من الزاويه 14 للزاويه 345 ده بيقول انها جايه في الزاويه صح. يعني كده لما نيجي نقول لك 345 ل 14 احنا ما بنقولش صفر على فكره. احنا بنقول كده 345 ل 14. او بنقول كده 75 104، او بنقول كده 284 255، او بنقول كده 194 و165. فمعروف ان دي زاويه صفر، الوسط مش متوسط، اللي في النص ما بينهم هما الاثنين. خلاص؟ يعني الرياح لو جات لي من زاويه 75 ل 104 اكنها جت من ايه؟ من 90 وهكذا. ولو جت لي من 165 ل 194 اكنها جت لي من 180، ولو جت لي من 255 ل 284 اكنها جت لي من 270. تمام كده؟ طيب فانا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنبدا دلوقتي نقول ان ده ودي صفر مثلا 100 دي صفر 90 180 270. انا بقى بغير يا شباب مصطفى، يبقى انا دلوقتي بنقول اهو ان انا عندي الرياح جات لي من زاويه 345 لزاويه 14 بسرعه كام؟ ب
هو برضه مش معقوله كل سرعه هعمل لها ايه خانه، لا بسرعه من 0 ل 5. يبقى الرياح السنه دي في المنطقه دي جت بسرعه من 0 ل 5 عقده في اتجاه صفر او من الزاويه دي للزاويه دي عدد الساعات 300. طب من 6 ل 11 طيب، او من 6 ل 10 من 11 ل 15. فمثلا هنا دي جت لي 300 ساعه، دي جت لي 200، دي جت لي 100، دي جت لي 100 200 و150، دي جت لي مثلا 100 و0 و50 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 و0. المفترض ان مجموع الساعات دي كلها يطلع 8760، ولكن مجموع الساعات لا يساوي 8760. طب ليه؟ المفروض عدد ساعات السنه كلها 8760. قال لي مجموع عدد ساعات عمره ما يساوي 8760 عشان اربع اسباب. ايه هم الاربع اسباب دول؟ اول سبب حاجه اسمها الفاريبل، ان لما جيت اسجل الجهاز القرايه لقيت القراءه متذبذبه. طب ما هو طبيعي تبقى متذبذبه، الرياح مش هتجي لك لا في اتجاه ثابت ولا بسرعه ثابته، ولكن المشكله ان ممكن الرياح تجي لي من زاويه 14 13 15 بتلعب معايا دول. طب دي بقى في السيكتور ده ولا السيكتور اللي بعده؟ ممكن الرياح تجي لي، ما ينفعش في الاثنين، هي لازم هنا هنا. لا ما هو انت هنا وهنا عدد الساعات هيزيد عن 8760، ما شفتهاش خالص عدد الساعات بيقل، فالطبيعي ان هو بيقل ما بيزيدش. تمام؟ طيب سرعه الرياح ممكن تجي لي مره 4.9 ومره 5.1. طب انا ادخلها هنا ولا ادخلها هنا؟ فبستثني القيمه دي خالص، بستثني القيمه دي خالص. ممكن يحصل السبب الثاني هو سبب القلب، ان ممكن يكون في فترات مفيش فيها رياح نهائي، حاله من الهدوء مفيش فيها ايه؟ رياح. السبب الثالث والرابع هم دول بيحصلوا كتير، بس الثالث والرابع ما عادوش موجودين. ايه هما؟ السبب الثالث اللي هو الان ريكوردد، الان ريكوردد دي ان قراءه انا ما سجلتهاش. طبعا ده كان ايام التسجيل اليدوي، ان ممكن واحد ينسى قراءه يسجلها او يسجلها غلط، بدل ما يكتب 5 عقده كده بقى 50، او بدل ما يكتب 1.5 كده بقى 15 او 51. انت فاهم؟ ففي اخطاء زي دي كده بيستثني القراءه خالص لانه عارف ان دي قراءه غير منطقيه. الرابع حاجه اسمها الديفايس بريك داون. الديفايس بريك داون ان الجهاز بدا يقرا قراءات غير منطقيه، ان الجهاز فعلا قال 51 وانت شايف ان الرياح عاديه، يعني سرعه عاديه خالص. تمام؟ او رياح، او مثلا الجهاز قال 15 وهي 1.5. فدي كلها الاجهزه عطلانه او انا ما سجلتش الحالتين دول. دلوقتي بقى التسجيل على ميموري موجوده جوه الايه؟ جوه الجهاز، والتسجيل بيبقى ديجيتال، زائد ان الجهاز بقى يعني احدث من ان هو يعطل كل شويه. يعني انت لو عملت بس صيانه او معايره سنويه ما بين كل ويندوز والتانيه خلاص هتعمل ايه؟ الجهاز مش هيعطل منك. بس في الحالتين لازم يحصل كالم وفاريبل، عشان كده بنحسب مسافه او بنحسب قصدي نسبه اسمها نسبه الايرور، بيساوي 8760 ناقص عدد الساعات الفعليه على 8760 في 100 في 100. يبقى 8760 لو افترضت معاك ان عدد الساعات اللي في الجدول مثلا وليكن 1500، يبقى 8760 ناقص 1500 على 8760 في 100 في 100. طبعا ما بيبقاش العدد قليل قوي جدا. فانت اول خطوه بتعملها لما تيجي ترسم الويندوز بتحسب نسبه الايرور، ده اول حاجه. تاني حاجه بتعمل جدول زي الجدول ده بالظبط، اللي هو من 0 ل 5 ومن 6 ل 10 ومن 11 ل 15. وبعدين تقول مثلا الزوايا 345 و14 75 104 165 194 255 284. طبعا انت عندك في 12 اتجاه في الشيك. هتعمل انت ايه بقى؟ هتقول له 300 على ال 1500 في المية، وليكن يطلع 20%. طب 200 على 1500 في المية وليكن يطلع ب 16. طب 100 10. طب 200 16. طب 100 10 او 108. طب 50 4. طيب اللي بعدها 100 8 0 4، وبعدين 4 4 0. المفروض ان الارقام دي كلها تبقى 100% لانها نسبه مئويه من عدد الساعات الايه؟ الفعليه.
هتيجي تعمل انت ايه بقى؟ هتيجي دلوقتي في البالمس، هتيجي دلوقتي في البالمس تقول ايه؟ ممكن تشتغل بلون واحد بس تقول كده ان البال الصغير ده اهو بيبقى من 0-5 عقد، والبال الكبير ده اهو من 6-10، والبال الكبير قوي ده اهو من 11-15 عقد، وتختار ان السنتي ب4% او ب5%. طيب ده السكيل. يبقى انت بتحدد البال بمزاجك، بتحدد انت البال ايه بمزاجك خلاص زي ما انت عايز مش فارق. والسكيل يا اما بيتقال لك زي الشيت مثلا قايل لك اعمل ان السنتي ب3% او بتحدده انت بمزاجك. طيب لو انت قلت ان الواحد سنتي ب1% ينفع؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا عندي 20%، ف 20% لما تبقى 20 سنتي ودي لازم تبقى دايره، يعني لو في 20 سنتي فوق يبقى في 20 سنتي تحت خلاص كده، فهي كلها بعين والورقه كلها على بعضها كام. طب لو خليناها مثلا 1 سنتي ب2% مثلا 20 تبقى 10، 10 فوق و10 تحت ال 20 ماشي مقبول وهكذا. بس انت عندك دي 20 و16 و4 و8 يعني 44. ال 44 يعني لو السنتي ب2% بقت 22، 22 فوق و22 تحت برضه ما تنفعش خلاص. فيا اما تاخدها مثلا سكيل كبير من 1 سنتي ب3% 4% ده لو الارقام عندك كبيره، او هو بيقول لك ارسم بسكيل كذا. طب انا لو رسمت بالسكيل واحد ايه 1 سنتي ب5% انا في البال ميثود بنمشي عمود بعمود. يعني ايه عمود بعمود؟ يعني العمود الاولاني اول سرعه كام؟ 20%. يبقى بالبال ده اهو اللي هو شكله كده اطلع 4 سنتي. يبقى دي مثلا دي نص ودي سنتي ودي سنتي ونص، ده براحته ده مفيش فيها حاجه. يبقى انا بنص في 4 ادي البال الاولاني. البال الثاني هيبقى 16%، يعني كام؟ احنا قلنا 1 سنتي، خلي ال 1 سنتي ب 4%. يبقى لو ال 1 سنتي ب 4% يبقى دي 5. اللي بعدها كام؟ 4. اللي بعدها كام؟ 2. طيب في الاتجاه اللي بعده ال 16 هتبقى 4. وبعدين؟ اثنين وبعدين واحد. لازم اولا البال ده يبقى زي البال ده في نفس السمك يعني، ولازم يبقى على نفس الاتجاه. يعني لو يمين يبقى يمين السهم يمين السهم يمين السهم يمين السهم، عشان ما يبقاش عندك اتجاهين كده، واحد ترسمه كده والتاني ترسمه كده ما يخرجوش من بعض. تمام؟ طيب نرسم اللي بعده. فانا دلوقتي هنقول اهو 8 وصفر ده ما فيش والبعض. اللي بعده هيبقى كام؟ هيبقى 4 و4 ومفيش. اعلى واحد هو ده البريفيلنج ويندو دايركشن، يبقى اعلى اتجاه هو ده البريفيلنج ويندو دايركشن، وهو الاتجاه السائد للرياح. طب انت وريني دماغي ليه؟ ما هو انا على فكره لو حسبت دول لقيتهم دول 44% فهي اعلى نسبه، فانا هجيبها من الجدول وما توجعليش دماغي. صح كده؟ قال لي لا، ما هو انا لما بروح في حته معينه عشان اصمم مثلا بينا بحتاج اعرف البريفيلنج ويندو دايركشن في السنه صح؟ ولا في المنطقه؟ في المنطقه. طب انت عشان تعرف البريفيلنج ويندو في المنطقه هتجيب لي الويندوز ل 20 سنه تحطهم قدامك. تاني البريفيلنج ويندو دايركشن هو الاتجاه السائد للرياح في المنطقة دي لسنة 2000. طب وفي 2001؟ طب 2002؟ طب في 99؟ المفروض ان انت بتصمم على اساس الويندوز ده، بتخطط الحاجز بتاع الامواج، وحاجز الامواج المفروض عمره الافتراضي 100 سنة. تمام كده؟ فانت هتصمم حاجة على مين المفروض تعيش 100 سنة على رياح في سنة واحدة، ممكن تيجي في سنة تانية في اتجاه تاني يبقى كل تصميمه غلط؟ لا، يبقى انت المفروض بتشوف الايه؟ الويندوز لمدة 20 سنة كل سنه فيها الويندوز بتديني بريفيلنج ويندو دايركشن عشان اجيب السائد في المنطقه في 20 سنه. طب ايه الاسهل، ان احط لك 20 جدول قدامك واقول لك طلع السائد، ولا اقول لك ولا احط لك 20 رسمه قدامك واقول لك طلع السائد؟ الرسومات بتبقى اسهل وتوضيحيه اكتر من الايه؟ من الجدول. الطريقه الثانيه ما فيش فيها ابتكار، هو موضوع ان الكنترول ميثود ان الخط ده من 5 من 0 ل 5، الخط ده اهو من 6 ل 10
الخط ده مثلا او الخط السنتر ده من 11 ل 15. فكل اللي عندك تعمله او كل اللي عليك تعمله انك بتعمل نفس الكلام. الدايره اللي في النص دي بتكتب فيها نسبه الخطا او نسبه الادم او نسبه القلب، وبتبقى الدايمتر بتاعها لا يقل عن 2 سم. فبتيجي تعمل ايه؟ طريقه الكنترول بتشتغل صف بصف، يبقى طريقه العمود البار بتشتغل عمود بعمود، طريقه الكنترول بتشتغل ايه؟ صف بصف. ازاي؟ اقول السرعه الاولانيه في الاتجاه الاولاني 20 يعني 5 سم، 16 يعني 4 سم، 8 يعني 2، 4 يعني 1 وصل. لما هتبقى في الشيت لان الاتجاهات كتير، فحتى لو وصلت بايدك عادي، هو المفروض ما توصلش بايدك، بس عشان الاتجاهات كتير لو وصلت بالمسطره اسف خلاص المفروض ما توصلش بالمسطره، المفروض يبقى خط بايدك كده خلاص. بس هو عشان الاتجاهات كتير حتى لو وصلت بالمسطره هيبقى شكلها مقبول. تمام، وصلت بايدك شكلها مقبول برضه. تمام، طيب هي المفروض ما تبقاش بالمسطره اللي هي عشان المفروض ما يبقاش منحنى كده، يعني المفروض يبقى حاجه ايه زي الوزن بتاعت الرياح منحنيات. اللي بعده 16 يعني 4، 4 منين يا هندسه؟ من بعد الخمسة، يعني هو ايه؟ تراكمي. هيبقى 4 2 0 4. وصل؟ اللي بعده هيبقى 2 سنتي وبعدين سنتي وسنتي وصفر، فصفر هتبقى كده وصفر هتبقى كده. لازم الاثنين يطلعوا نفس الناتج ولازم الاثنين يطلعوا نفس البرفيلينج مود دايركشن. طيب ماشي يا شباب، والبرفيلينج مود دايركشن هو اعلى ايه؟ اعلى واحد. وقتها فين؟